صباح الخير اخوان، اشتاقين لكم بعد عطلة اعياد الميلاد. طبعا كم مرة جرنا الى تلفريكات صح كاتون وما صورنا لكم اياها بشكل مباشر. اليوم مرة اخرى نجينا راح نصوركم صح كاتون، تشوفون الوضعية شلونها وشوفوا تساقط الفلوس اللي بدأت. اوكي ابقوا معنا. هنا هذا الدور اللي تشوفوه، هذول كلهم المتزلجين. اوكي راح يصعدوا فوق حتى يمارسوا لعبة التزلج. ستة تحت الصفر الان في صح كاتون، والزحام سواح بكثرة. مكانكم خالي اللي اذا تتابعونا وما قدرتوا توصلون الى ارمينيا. عموما التلفريكات هذه تعمل من الساعة 10 صباحا الى الساعة 5 مساء ويتوقف، لكن من يوم 3/1 بدأ العمل المسائي ايضا، لان السياحة الشتوية بدأت في أرمينيا. المسائي يبدأ من الساعة 6:30 العصر أو المغرب لغاية الساعة 11 ليلا. نفس هذا الوضع بالليل يكون، لكن الصراحة أنا ما حضرت ليلا هنا في هذا المكان. أوعدكم إن شاء الله في يوم أزور بالليل هالمنطقة، أصطحب السواح وأنا اقتضت أجي وحدي ما عندي مشكلة، وأصورها وأرسل لكم المشهد الليلي. مكان رائع، أكثر مكان تتنشط السياحة بها في أرمينيا هي هذه المنطقة. أعتقد تساقط الفلوس واضح، يبين لكم أو ما يبين صراحة ما أعرف. هذا هنا اللي امامكم ممكن تستاجر لك زلاجات مثل هذه 5000 درهم، ما يعادل تقريبا 10.5 دولار. من الصبح يبقى وياك 4-5 ساعات 6 ساعات تتزلج، تتعلم على التزلج. ما تعرف تتزلج ممكن تاجر لك احد المعلمين، موجودين بكثره معلمين هنا. اجوره يكون حسب معلوماتي 15000 درهم بالساعة، يعني 25-30 دولار تقريبا بالساعة الوحدة. يعلمك اسلوب التزلج ويتركك تبدي انت تتزلج. هذول شوفوا المتزلجين، شوفوا اكثرهم سواحة روس، من جورجيا، من ايران، من الامارات، كثرة جاية. ماجد، ماجد وحدك راح تقدمون؟ ايه كل كرسي يصعد يقعد فوقه 4 اشخاص. شوفوا عملية الجلوس، التلفريك في حالة حركة مستمرة ما يتوقف. في اعلى الجبل، في اعلى تل ما يبين طبعا لانه راح يروحون يدفنون بالغير. هذا فوق شوفوا الغير يترجلون فوق، يستمتعون بالمشاهد من فوق، يتزلجون. اللي ما يريد يتزلج فوق ينزل جوا. اتمنى لكم يوم سعيد وابقوا مع اللقطات اللي نقلنا لكم اياها. التقيكم مره اخرى، كان معكم هاي دانيال من ارارات للسياحه. بامكانكم ان تتابعوا تقاريرنا على اليوتيوب، تقاريرنا على اليوتيوب لدينا قناه باسم ارارات للسياحه. ادخلوا اشتركوا بقناتنا، استمتعوا بمشاهدتها. الى اللقاء.